كانت بداياتي مع الكمبيوتر من وانا عمري 3 سنين، كانت تعلقي من اخويا ثائر الاكبر مني، كنت دايما اتعلم منه شغلات، يعني احاول احفظ شو بعمل على الكمبيوتر، برضه هو كان هاوي للكمبيوتر فكنت دايما اتطلع واتعلم منه، لحد ما وصلت للصف الثالث الابتدائي انضميت لفريق ميديا سوفت العكلوك، كان هدفه حوسبة التعليم، واشتغلنا اكثر من كتاب واكثر من شغله، وعرضنا يعني عروض لنا في الهلال الاحمر والصليب الاحمر، وبعدين يعني هذه الشغله زادت لي الدفعه ان اتعلم على الكمبيوتر اكثر وازيد علمي. فلما وصلت للمرحلة الإعدادية تعلمت بي اتش بي وصرت أطور نفسي باستمرار، يعني اشتغلت بشركة تسوق، بعدين اشتغلت بشركة لايت سيزون، طبعا كانت هذه لها تأثير كبير علي في حياتي، لأن أنا كنت كل مرة يعني بشتغل فيها بتعامل مع زملاء بفهموا في هذا المجال، فكنت دايما أتعلم منهم، وهو يعني كانت علاقة زمالة وزادت هذا لي خبرة كثيرة. كان في قبل اللقاء لجوجل ورحت يعني طبعا هناك انبسطت كثير، تعلمت شغلات كثير، فهذا خلاني اني احاول اني احصل على دعوه في اللقاء الثاني. طبعا حاولت اسجل بس كان هذا بس مقتصر على طلبه الجامعات، هو كان يعني الساعه 8 الصبح، فانا ضليت مصحى من اليوم اللي قبله عشان ما تروحش علي نومه، ورحت على اللقاء وطبعا يعني ما قدرتش ادخل، ضليت تقريبا واقف حوالي نص ساعه احاول ادخل، في النهايه يعني اجوا شابين بعرفهم باسم شركه ودخلت انا. فكان في مسابقه عن HTML5 وكانت مدتها 4 دقائق، خلصتها بدقيقة ونص، طبعا ما قدرتش أنا أشارك في المسابقة لأنه كان يعني أنا من ضمن الجايين بأسماء الشركات، فالشباب اللي حوالي ألحوا علي إني أروح أفرجي الكود لفريق جوجل، رحت طبعا فرجيت الكود لفريق جوجل، يعني انبسطت كتير إني قدرت أعمل الكود وأخلصه بدقيقة ونص، وبعدين فرجيتهم موقع تسوق، كان أول موقع تجارة إلكترونية في غزة، وكنت مستخدم فيه جوجل ماب اي بي اي اللي هي من تقنيات جوجل، وطبعا كانوا جوجل في كل مرة بيجوا فيها غزة يعني بدهم بس الشباب اللي عندنا المبرمجين يصيروا يستخدموا التقنيات. This is my hero and my role model. To give a little bit background about Mohammed, is a 14-year-old developer and I'm really impressed by the things that he showed me today. And his solution was completely correct. But not only that, we had a very nice conversation in which I was really impressed by his applications, which are not great quality, but actually also very relevant for the local community. To give the example of Tasawwuq, is anybody familiar with Tasawwuq? This is the hero behind Tasawwuq. Tasawwuq is an online marketplace. طبعا كان في لقاءات تانية لجوجل بشهر 9 بس اجلوها لشهر 12 عشان الحصار وعشان الظروف الواقعة على غزة. طبعا كل طلبة الجامعات هلقيت صاروا يهتموا في هذا المجال وصاروا يتجهوا له، الاي تي يعني وهندسة الحاسوب صاروا يهتموا في هذه الشغلات ويحاولوا يتعلموا من جديد، لانه في عندها ممكن انت تتعلم لحالك، فهذا كل العالم اصلا صار يتجه لهذا المجال، لانه يعني هلقيت الاي تي هو كل حاجة في المجتمعات، اذا تطور كل المجتمع تطور، وعندنا يعني الحمد لله الاي تي في غزة كثير كثير ممتاز، يعني الشباب عندهم خبرات كثيرة، بتعلموا شغلات جديدة، يعني بالنسبة للوضع عندنا في الحصار والشغلات هذه كثير المستوى منيح عندنا. هو عندي طموحات صغيرة وعندي طموحات كبيرة، طموحات صغيرة إن أتعلم شغلات جديدة، لغات برمجة جديدة، وطبعا كل ما يوم بحقق هذه الطموحات، وعندي طموحات كبيرة يعني كثير شبه مستحيلة، يعني إنه يصير عندي شركة كبيرة إن شاء الله زي جوجل، وطبعا أنا بديت أسس لهذه الشغلات، عارف إنه الشغلة صعبة كثير بس إن شاء الله يعني ليش لا، احنا بنقدر نعمل زي ما وصلوا هم واكثر ان شاء الله، في فيها وطن في فيها مجتمع ان شاء الله.